والإثارة في منافستنا. 6 كيلو خلاص، التجارب النهائية الموسم يدق أبواب الختاميات من خلال الأسبوع القادم، وما يحمل أيضا من ختام تمهيدي المرموم اللي بنشاهده أيضا بكل قوة وبكل تحدي وبكل إثارة. على بركة الله أيضا يسير هذا الشوط الثاني، يحمل هذه الانطلاقة، يحمل هذه التحديات، يحمل هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أذهب إلى مقدمة الشوط الرابع لبكار المهجنات الأصايل في هذه الانطلاقة الثانية. شوف المقدمة ثلاثية ما شاء الله من خلال هذه البداية، وما تحمل أيضا من منافسات المركز الأول مباشرة إلى صاحبة المركز الأول الشاهينية. الشاهينية على المقدمة، وصل الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري لتبدأ أيضا في المقدمة، بينما المركز الثاني نوف مسري بن سالم بن عرطي الحميري مع المركز الثاني والمركز الثالث. أتوقع شعار عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي مع نشرع المركز الثالث والمركز الرابع. تنضم أيضا المركز الرابع هي رهمي رهمي عناصر بن حمد بن سيل بن عويضة الخي لهذه الأربع التي تبدأ بها انطلاقات هذا الشوط التي نحمل من خلالها البداية. المركز الخامس، نعد المراكز ونشوف جميل، عتيج بن عبيد بالهلي في المركز الخامس. أما المركز السادس فالاتصال مع وجود راهية سلطان بن جراح الاجتبي في المركز السادس. والمركز السابع نعود مباشرة مع ريام علي بن حمود بن علي الظاهري، هجوم اليوم من هذا الشعار على هذا الميدان. شوف المركز الثامن، نعود مباشرة إلى الشاهيني في المركز الثامن سعيد بن مطر بن مصبح الاجتبي. وهناك في المركز التاسع، المركز التاسع حلوة فهد بن طحنون الهاجري على المركز التاسع. هذه التسعة التي تبدأ فيها انطلاقاتنا، ونكمل المركز العاشر. يا سلام هذه الواضحة واللي تحمل رقم 15 اللي في المركز العاشر، حلوة منصور بن أحمد بن علي السبوسي. يا سلام يا سلام هذه الأسماء. نعود المقدمة، نعود المقدمة، نتابع المراكز الأولى، نعود إلى متابعة هذه التحديات كما يشهد هذا الميدان. الله 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 الله، الكل بدأ هنا ينطلق، الكل بدأ يتابع، الكل بدأ يحدد مسار الانطلاقات من خلال هذا المسار. صدارة ثنائية، تحدي ثنائي، وجود النوف على المركز الأول مسري بن سالم بالعرطي الحميري مع الانطلاق، والمركز الثاني المنافسة القوية والقريبة هي نشرة عتيج بن عبيد بن حارب المهيري، بينما المركز الثالث الله على المركز الثالث، من يحمل المركز الثالث؟ يا سلام، لا تزال رهمة على المركز الثالث، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيري. وهنا تدخلت على المركز الرابع، تعود أيضا تحركات راهي سلطان بن جراح الاجتبي، وينضم فهد بن طحنون الهاجري مع وجود حلوة في المركز الخامس، بينما المركز السادس على الجانب الآخر أتابع وجود ريام علي بن حمود بن علي الظاهري. والمركز المركز الثامن عودة مباشرة إلى انطلاق التحديات من خلال وجود جميلة عتيج بن عبيد بالهلي. وهنا على المركز التاسع، المركز التاسع يا سلام الشاهينية سعيد بن مطر الرميثي. والمركز العاشر يا سلام الشعار الأزرق الجميل في المركز العاشر، يحمل أيضا هذه البداية منصورة نايد بن مسلم بالزفنة العامري. 10 مراكز هنا تحمل هذه البداية، تحمل هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، نشوف المقدمة، نشوف أيضا ما تحمل هذه البداية الأولى، البداية الأولى، المراكز الأولى في هذا الشوط. الصدارة وكوكبة المقدمة لا تزال تحمل البداية الأولى في هذا الشوط. ما شاء الله، نحن هنا من هذا الميدان نتابع أيضا كل الإثارة في هذه الرياضة، رياضة الهجن تحمل البداية الأولى. يا سلام الصدارة لا زال هنا، مقدمة الشوط رهم ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي على المقدمة، والمركز الثاني الله الله مسري بن سالم بن عرطي الخبير أيضا موجود في المركز الثاني مع وجود أيضا الإثارة في نوف. والمركز الثالث الرميثي قادم بقوة أيضا للمنافسة في هذه اللحظة، سعيد بن مصبح في هذه التحدي، سعيد بن مطر بن مصبح الاجتبي. وهناك على المركز الرابع عودة إلى فهد بن طحنون الهاجري مع حلوة على المركز الرابع. أربع على المقدمة، 4 على الصدارة، 4 على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، من كل الأسماء، من كل الإثارة، من كل التحديات، من كل الانطلاقات، من كل هذا المسار كما نتابع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كل الأسماء هنا في المنافسة، والكل بدأ يقترب، الكل قادم.
الكل قادم. يا سلام، يتابع ايضا هذه اللحظه وهذه الانطلاقه، لا زالت الرباعيه التي تقود المقدمه كما نشاهده من خلال وجود هذه الانطلاقه وهذا المسار على المركز الثاني. الثاني لا زالت في المنافسه، هناك متواجد انضم ايضا لكوكبه المقدمه، وجود شعار اذا ياتينا ويعود مباشره يراي محمد بن مطر بن محمد الرميثي، خمسه على المقدمه كما نتابع في الكادر العلوي القريب والكادر السفلي الذي يحمل بدايه هذا الشوط، بينما المركز السادس يا سلام يا سلام هنا حميد بن سالم العمري ايضا مع وجود هذه الاتحادات في المركز السادس. وفي المركز السابع متواجده منصوره نايد بن مسلم بن زفنه العامري، بينما المركز الثامن تدخل قادم من وجود حشيم خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي، وهنا على المركز التاسع شعار بالضعيف، شعار بالضعيف يظهر هنا من خلال سالم بالضعيف بن غدير الاشتبي مع الدكتوره. والمركز العاشر الله يا العاشر عبيد عتيج بن عبيد بن الهلي في المركز العاشر. هذه الاسماء هنا نتابع هذه البدايه، نتابع هذه الاسماء، ننتظر ايضا لحظات الوجود. الكل هادي، الكل هادي في هذا الشوط، لم تبدا هنا مرحله النهايه للتعليمات واعطاء ايضا القوه والاثاره، لكن الكل يحمل هذه البدايه. سلام صمود، اشكرك اشكرك يا ناصر بن حمد يا بسيل يا العويضي مع رهمه هي ايضا من خلال هذه اللحظه التي تبدا في هذه البدايه. هناك على المركز الثاني يا سلام في المركز الثاني راهي محمد بن مطر بن محمد الرميثي، بدأ الحميدي الدينامو بداياتي أيضا بقوة يتدخل من خلال هذه الانطلاقة، ينتظر أيضا هذه البداية، ينتظر لحظات التقدم هناك مع مكاسب على المركز الثاني واللي بدأت تأخذ طريقها إلى مقدمة الشوط كما نتابع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الانطلاقة التي تحمل هذه البداية. شوف المركز الرابع بدأ، شوف الكل، الكل بدأ ينطلق، بدأ دخل، بدأ شعار محمد بن شيبة بن علي السبوسي يعود مباشرة مع منصور، منصور بن شيبة بن علي السبوسي مع حلوة بيحلي الشوط، بيحلي الشوط السبوسي. أشوف المركز المركز الخامس مع تدخل، وأيضا في المركز الرابع ظهرت أيضا على المركز الرابع نشرة عبيد بن عتيج أو عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي. يا سلام، هناك على دخول أيضا اسم جديد، اسم جديد، من هي؟ هي شهد حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي. الله الأسامية، تشوف هذا المنظر، شوف هذه الإثارة، شوف هذه اللحظة التي تحمل هذه البداية. يا سلام يا سلام على مقدمة الشوط، مقدمة الشوط، بدينا نعبر آخر منعطف، آخر معبر من معابر الانتصارات في هذا الميدان، التحويلات التي تؤدي وتصل بك إلى خط النهاية. شوف منظر الختام، يا سلام. حافظ، أشكرك أبو عدنان، متابعة أيضا لوجود الصدارة، والصدارة هناك تغيرت، تغيرت في المقدمة عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي، والمركز الثاني ظهرت هنا منافسة قوية قادمة بقوة من خط النهاية تحمل أيضا هذه اللحظات. شاهد شاهد حمد بن عبد الله محمد النعيمي في منافسة ثنائية وانطلاق ثنائي، بينما فهد بن طحنون الهاجري ينضم هنا على المركز الثالث مع حلوة. شوف شوط شهد، حلوة وانطلاقة وحلوة تسللت في هذه اللحظة إلى منطقة وعمق الميدان تحمل هذه البداية الأولى، تسللت إلى خط النهاية، تسللت إلى هذه اللحظات، إلى الانطلاق مع المنافس القوي المتواجدة هي حمد بن عبد الله النعيمي مع شهد اللي لازال على المقدمة وانضمام مكاسب الحميدي بن سالم العمري الدينامو، بدأ يعمل الدينامو في اللحظة الأخيرة. هناك لا تزال شهد على القمة والبداية الأولى في هذه اللحظة، حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي. شوف هذه هي لحظة الختام، لحظة النهاية. نقول أيضا تحية، تحية وسلام يا النعيمي حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي. الله 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 الله، هي شهد، شهد الشوطي والانتصارات، تهانينا وناموس حمد بن عبد الله محمد النعيمي على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني مكاسب للسيد حميد بن سالم العمري، والمركز الثالث حشيم اللي وصلت في المركز الثالث خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي هنا على المقدمة. 9 دقائق نشوف كم من الثواني، 33 ثانية و7 من الأجزاء من الثواني ما تحمل هذه البداية وما تحمل هذه الانطلاقات. المركز الثاني مكاسب الحميدي بن سالم العمري، 9 دقائق 34 ثانية
وخمسة من الأجزاء من الثواني في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. المركز الثالث، يا سلام، حشيمة على المركز الثالث. نعم، هي حشيمة خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي في هذه الانطلاقة وفي هذه المنافسة. إذا هنا 9 دقائق 34 ثانية، 9 من الأجزاء من الثاني.